السلام عليكم صغار التلاميذ، ومرحبا بكم معنا مرة أخرى. وككل يوم جمعة أقدم لكم اليوم حصة من الأنشطة الداعمة، وذلك تقويما لما درسناه هذا الأسبوع والتي تندرج ضمن الوحدة الخامسة الأسبوع الرابع. إذن على بركة الله لنبدأ بقراءة الأسئلة. السؤال الأول: أجزئ الكلمات التالية إلى مقاطع. أعيد: أجزئ الكلمات التالية إلى مقاطع. لدينا هذه الكلمات: شروق، ريحان، جوز، دمية، ذرة، زرزور، غزال. إذن ستقومون بتجزئها إلى مقاطع صوتية. الآن سنمر إلى السؤال الثاني. أكمل الجملتين بما ورد في النص القراءي. نص قطرة ماء. أكمل الجملتين بما ورد في النص القراءي. لدينا هذه الكلمات: الله، قطرة، نعمة، قالت، الماء، أنا، منى. إذن ستكتبون في هذه الفراغات الكلمة المناسبة. الآن سنمر إلى السؤال الثالث. أعيد ترتيب الكلمات أسفله لأحصل على جملتين. إذن لدينا هذه الكلمات غير مرتبة. إذن ستقومون بترتيبها لكي تحصلوا على جملتين مفيدتين. قالت قطرة الماء. ماذا قالت؟ الآن سنمر إلى السؤال الرابع. أركب هذه الكلمات في جمل مفيدة. أركب هذه الكلمات في جمل مفيدة. الكلمة الأولى الصنبور، والكلمة الثانية يقطر. نمر الآن إلى السؤال الخامس. أملأ الفراغ بما يناسب. أملأ الفراغ بما يناسب. جديدة، بارد، طويل، ماهر. لدينا هنا جمل ناقصة: العصير، الكرة، الفستان، الطبيب. إذن ستكتبون هنا الكلمة المناسبة من بين هذه الكلمات لكي تحصلوا على جمل مفيدة. الآن نمر إلى السؤال السادس. أحول إلى صيغة التعجب. أحول إلى صيغة التعجب. مثال: الحديقة كبيرة. ما أكبر الحديقة؟ إذن إذا أردنا أن نحول هذه الجملة إلى صيغة التعجب: الألحان عذبة، ماذا سنقول؟ مثل هذه: سنبدأ بما، والجملة تنتهي بماذا؟ علامة التعجب. فكروا جيدا وركزوا. الجملة الثانية: اللعبة جميلة. أيضا إذا أردنا هذه الجملة في صيغة التعجب ماذا سنكتب؟ إذن فكروا جيدا. والآن سنمر إلى السؤال السابع. أتمم. نحن نكتب الدرس. إذن هذه الجملة سوف تقومون بتحويلها إلى هذه الضمائر، ضمائر الجمع: أنتم، أنتن، هم، هن. أعيد قراءة الجملة: نحن نكتب الدرس. إلى هنا أعزائي التلاميذ تنتهي حصتنا لهذا اليوم. ألتقي بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.